نرجع الأول حتة الزوج، دور الزوج. عشان دور الزوج، لأن دور الزوج هو اللي هيبين هو إمتى يتحكم وإمتى ما يتحكمش، وإيه معنى التحكم. والتحكم ده أتحكم عشان أثبت إن أنا راجل البيت وصاحب الكلمة، ولا هو يعني مجرد إثبات حالة، ولا أنا بتدخل بحكمة وهو ده المفروض. لذلك الزوج لما بيشبهه بيقوله هو أشبه بقائد السفينة يقودها وسط الأمواج ويمخر بها وسط حالة من اضطراب الماء. ليه؟ حتى ينجو بهذه السفينة إلى بر الأمان. هي دي الحياة الزوجية. الحياة الزوجية محتاج كأنها سفينة وماشية بتقطع في الطيار، الأمواج بتعلى حواليها، بيحصل اضطراب رياح. دور الزوج إن الرياح والاضطرابات ديت هي المشاكل اللي بتقابل الأسرة. دور الزوج إنه يقود وما يحاولش يعني يتأثر بهذه الأمواج وبعلوها وباضطرابها حتى يصل بها إلى بر الأمان. وقالوا الزوج هو أشبه برئيس المؤسسة، يعرف إمتى يتدخل، إمتى يطبطب على ده عشان يهديه، إمتى يشجع ده علشان ينتج. بالضبط هي دي الحياة الأسرية. الأسرة دي عبارة عن مؤسسة صغيرة. لذلك يقول لك بعض الجماعة بتوع التنمية البشرية يقول لك أي واحد تلاقيه قائد في عمله هو ناجح في أسرته. ده الحقيقة. يعني وطبعا في بعض الأمور يعني تخرج يعني تفكيره منظم مرتب. بالضبط. يعرف إزاي يتعامل هيتعامل مع أولاده مع أسرته علشان ياخد بإيديهم لربنا، ياخد بإيديهم للتفوق، ياخد بإيديهم للنجاح، ياخد بإيديهم للاستقرار. لذلك الزوج عليه العبء الأكبر في الأسرة، واستقرار الأسرة وعدم استقرارها منوط بحالة الزوج. لذلك انت لاحظ كده لو الزوج ضعف عن قيادة الأسرة بتلاقي كل واحد من قبله خلاص مش عارفين نسيطر على ده ولا يسيطر على ده، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. ليه؟ لأن في خلل حصل ان هو مش عارف يسيطر. يبقى إذن الزوج عامل مهم جدا في استقرار الأسرة أو عدم استقرار الأسرة. لذلك الزوج لابد أن يكون عنده ثقافة كيف يفهم حالة المرأة التي يتعامل معها، وده أساس من أساس من أسس نجاح الأسرة. المرأة لها طباع معينة، لها عواطف معينة، صعبة الفهم. المرأة صعبة الفهم، وفي أحاديث بتدل على كده. ولما أقول كده وهتكلم عن بعض الأحاديث حتى في الحلقات القادمة إن شاء الله، هنقول مش معنى كده إن احنا بنهين المرأة أو بنحقر من شأنها، لا، ولكن هي بالفعل لا، في أمور عندها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خلوا أو دعوا أبو بكر، أبا بكر يصلي بالناس. أبو بكر كان في حالة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة قاعدة، فقالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني دمعته قريبة، فإذا ما قرأ القرآن بكى فلا يسمع الناس قراءته ولا تكبيره. طب يا ترى السيدة عائشة بتقول الكلام ده وهي عايزة فعلا تريد أبا بكر لا يصلي بالناس، ولا هي من داخلها فرحانة إن أبوها هيكون إمام بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة المرض؟ فرحانة. من داخلها فرحانة ومع ذلك بتقول له يا رسول الله ده أبو بكر رجل أسيف. وبعدين تكرر تاني، فأقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوا أبا بكر يصلي بالناس إن كنا صواحبات يوسف.